معنا من اسطنبول أسعد الخزاعية المحامي والناشط الحقوقي، مرحبا بك يا سيد أسعد. بداية، كيف ترى التحشيدات لتظاهرات غد في بغداد والعديد من المحافظات العراقية؟ يعني المتظاهرون أكدوا في أكثر من بيان عزمهم الخروج على الرغم من كل هذا الترهيب الحكومي. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. حياك الله. أخي العزيز، اليوم الشعب العراقي والثوار في كل المحافظات العراقية يهيئون أنفسهم على قدم وساق من أجل الخروج بمظاهرة مليونية حاشدة في ساحة التحرير بهدف إسقاط هذه العصابات من داخل العراق ومن الخارج هنالك دعم مادي ومعنوي للشباب الثائر. هذا الدعم جاء من سلة من الناشطين الذين غادروا العراق بسبب القمع الميليشياوي الإرهابي الحكومي الذي تمارسه السلطة الظالمة الجائرة في بغداد ضد أبناء الشعب العراقي الأعزل. هنالك من الناشطين ومن الثوار الذين خرجوا خارج العراق الآن يرسلون الدعم المادي. الآن اتصل بي بعض الأخوة من الخارج، قدموا دعم مادي من أجل توفير الغذاء والخيام ومن أجل توفير كل مستلزمات نجاح الثورة المليونية التي سوف تقوم وتكون سبب في إسقاط هذه العصابات التي عاثت فيها العراق فساد. الإجراءات مستمرة والشباب الثائر الغاضب على هذه العصابة لا يزال متواجد في الساحة، وهنالك تحشيد غير مسبوق، وهنالك إعلام عالمي يغطي هذه الانتفاضة، وهنالك آلاف الشباب يهيئون ويعدون العدة ولن يعودوا إلى بيوتهم بغير إسقاط هذه الحكومة الميليشياوية الإرهابية التي دمرت البلاد والعباد. إذن المتوقع أن تكون تظاهرات كبرى، طيب ماذا يعني مشاركة المحامين في هذه التظاهرات؟ إلى أي مدى تؤكد هذه المشاركة فساد منظومة العدالة والقضاء في العراق وغياب سيادة القانون؟ أخي العزيز، الكل يعلم اليوم بأن المؤسسة القضائية هي مؤسسة فاسدة، وأنا كنت جزء باعتباري عضو هيئة عامة في نقابة المحامين العراقيين وكنت محامي. نعلم علم اليقين بأنه هذه المؤسسة القضائية هي كانت إحدى أذرع الدمار العراق وإحدى أذرع التستر على الميليشيات الإرهابية وعلى الفاسدين، حيث أنهم عاجزين عن محاسبة أي لص تابع للأحزاب الإسلامية وعاجزين عن محاسبة أي ميليشياوي يقوم بقتل الشعب ويمارسون جرائم الاختطاف، لكن القضاء يقف عاجز عن محاسبة أي من هؤلاء. والمؤسسة القضائية هي بدورها كانت تابعة ابتداء إلى دولة القانون وهم المسؤولين عن تعيين القضاة، وان ادعوا بان المؤسسه القضائيه مؤسسه مستقله لان هذا الكلام عار عن الصحه. طيب، حيث ان التطبيق العملي لا يثبت ذلك، بالاضافه الى ان المعهد القضائي الذي يخرج القضاه هو اصلا تابع الى حزب الفضيله، وحزب الفضيله يقوده رجل دين معمم وهو اليعقوبي، وكان المسؤول عن المعهد القضائي الذي يخرج القضاه هو شخص معمم تابع الى حزب الفضيله، فكيف بحزب اسلامي يقوم على اساس المحاصصه الطائفيه المقيته ياتي بقضاة نزيهين؟ بالتاكيد هؤلاء القضاة تكون تابعين للاحزاب وينفذون اجنداتهم. غير مستقلين، نعم. هناك العديد من الشخصيات والقوى السياسيه تحاول ركوب موجه التظاهرات خوفا من غضب الشارع. هل تعتقد سيد اسعد ان الراي العام العراقي مقتنع بمشاركتها، ولا سيما بعد تجارب سابقه اثبتت عدم صدقيه تلك الاحزاب السياسيه؟ هذه الأحزاب السياسية التي تقصدها أو الجهات الدينية التي تزج أنفها بين الفينة والأخرى في التظاهرات، كلما لاحظت بأن حمل وطيس وأنها سوف تقترب نهايتها تقوم بالزج عناصر التابعة لها بحجة أنها تطالب بالحقوق، ثم بعد فترة من الزمن تقوم بسحب عناصرها وتهدئة الوضع لصالح الأحزاب. هذه الفئة حقيقة اليوم من إحدى المدن التي تكتظ بالمؤيدين لهذا التوجه. حقيقة صار كيف نسميه، ممكن انه احتدام او يعني مواجهة كلامية بين اطراف من المتظاهرين وجهة اخرى تابعة لهذا التيار الذي تقصده. في مقابل ذلك، إلى أي مدى أسهم التضليل الحكومي في بيان لجنة التحقيق عن قتل المتظاهرين وحماية مرتكبي الانتهاكات في هذا الإصرار الشعبي على الخروج بتظاهرات كبرى؟
بالنسبه لهذا التقرير الذي صدر، رغم ان لن لا اهتم بتفاصيله لانه كل شيء يصدر عن الحكومه ومبني على الكذب، فبالتاكيد هي تتستر على كل العناصر الارهابيه الاجراميه التي قامت بقتل المتظاهرين وهي عادتها منذ عام 2003، دابت عليها في التستر على العناصر التابعه لها وعلى كل المجرمين، فبالتاكيد لا ياتي تصريح او يعني اي تقرير صادر عن ما يسمى بالحكومه العراقيه في بغداد لصالح المتظاهرين، وانما هو تقرير لذر الرمادي في العيون، وبالتاكيد مبني على اكاذيب واباطيل اعتدنا عليها منذ سنوات. طيب استاذ اسعد، القوات الحكوميه تحدثت عن اجراءات امنيه تحضيرا لغد الجمعه، وربما ايضا سيقطع الانترنت، لماذا تصر الحكومه على الحل الامني واسكات صوت المتظاهرين؟ هل سيسهم ذلك في ردع المتظاهرين عن مواصلة تظاهراتهم وإيصال صوتهم للعالم؟ أخي الكريم، ابتداء أنا لا أقتنع ولا أصدق بأي تصريح صادر عن ما يسمى بالحكومة العراقية سواء كانت وزارة الاتصالات أو غيرها، وقد كنا على حوار مع ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في بغداد السيدة بلقيس ولي، وأكدنا لها بأن الحكومة العراقية حكومة كاذبة وسوف تقوم بقطع الإنترنت رغم الوعود التي قطعتها على نفسها وقالت أنها لا نقطع الإنترنت وأن هذا البيان الصادر هو بيان مزور، لكن أنا متأكد بأن الحكومة أو ما يسمى بالحكومة ووزارة اتصالاتها هم كاذبين وسوف يقومون على الأقل بإضعاف خدمة الإنترنت خلال الساعات القادمة. وبالنسبة إلى المتظاهرين فلن يضعفهم التهديد الحكومي ولن يثني من عزيمتهم لأنهم اعتادوا، وقد قدمنا الكثير من التضحيات والدماء خلال السنوات الماضية من أجل الحرية وإسقاط هذه العصابات الإجرامية. الآن القوات الأمنية في حالة تأهب قصوى، يعني في كلمة أخيرة سيد أسعد، إلى أين برأيك إلى أين ستمضي هذه التظاهرات السلمية الشبابية في العراق؟ أخي يعني تحليلي الشخصي بأنه سوف تكون في اتجاهين، الاتجاه الأول هنالك شباب من الأجهزة الأمنية سوف يكونون يتعاطفون ويتعاونون مع إخوانهم ولن يؤذوهم ولن يمسوهم بمكروه وسوف يكون هنالك تعاون، وفي الاتجاه الثاني هنالك عناصر مندسه داخل الاجهزه الامنيه الحكوميه من الاشخاص الغوغاء الهمج الذين اعتادوا على الحبوب المهدئه وغيرها ومدفوعين برواتب جاءت من اموال السحت الحرام واموال الشعب، سوف يقومون باعمال تخريبيه واعمال انتقاميه من الثوار، وعلى الاجهزه على ما يسمى بالحكومه وعلى الثوار ان يكونوا منتبهين وحريصين تمام الحرص من اجل تفادي مثل هذه الامور، وبالتاكيد انه احنا نتمنى سلامه المتظاهرين ونتمنى سلامه كل الاشخاص، لكن انت تعرف والمشاهد والمتابع يعرف بان هنالك من الاشخاص المندفعين المتهورين تابعين للاجهزه الامنيه الحكوميه، وبالتاكيد هؤلاء الاشخاص يخافون انه بالفعل انه احنا على ارض الواقع لمسنا هذا الشيء وتاكدنا بان الكثير من الاشخاص الذين يقومون باطلاق الرصاص وباعتراف مسؤوليهم وضباط كبار بانهم يقومون باعتسال الحبوب المخدره والمهلوسه ويقومون بهذه الاعمال، وفي اخرى يخافون بان تنقلب الحكومه ويخسرون وظائفهم ورواتبهم، وهذا الشيء لمسناه على ارض الواقع، وقبل فتره بسيطه اتصل باحد الثوار شخص تابع للاجهزه الامنيه الحكوميه برتبه ضابط بنسبه العفو مقدم، قال بان هنالك نعم هنالك اشخاص يحتسون او يتناولون الحبوب المهدئه والمهلوسات اثناء الواجب وهم يقومون بالاعتداء على المتظاهرين وهم يقومون بقتلهم. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة من اسطنبول، أسعد الخزاعي المحامي والناشط الحقوقي.